الصيف باش تغني كان ممنوع خاطر الحكومة تعرف خطورة الراب. الراب تخلق يعني ثوري تخلق مونجازير. كان الصيف ما فماش برشا استديوهات في تونس، حتى كان فما استديو يعني مش يعني في متناول الجميع. ممكن احنا يعني تسالت لنا خاطر مجموعة يعني من أصحاب عملنا استديو مع بعض، فهمت يعني هكا باش سالت المأمورين المأمورية علينا باش كملنا المشوار تاعنا. أما الراب يعني قبل في تونس كان ممنوع، ما كناش نعملوا حفلات وما كناش نهبطوا سيدي في السوق. جاءوا في عوض يعني عباية أخرى ركبوا على الثورة التونسية كما باجي قايد السبسي يعني من العصر متاع الديناصورات. ورئيس آخر يعني رئيس حكومة المقفى عباد يعني مش قاعدين يخدموا في مصالح الشعب، قاعدين يستغلوا في ثورتنا ومصالحهم الخاصة. يعني توصف لهم ما تبدل شيء في تونس، الوجوه تبدلت ونفس السيستم تاع بن علي. واحد من الناس يعني عندي من بعد الثورة وانا اليوم من هذا وانا مازلت خرج في الراني على الحكومة الوقت، لدرجة انه مدة ثلاثة جموع تالي يعني بعثوا فيها برخية نتاع تهدئة. يعني قالوا لي اسكت ما تعرفش الساعة النار. قدر عملت أغنية اسمها دوزيام ريفولوسيون.